أبو يسوع: يا أبتي، أنا من أجلهم أسأل، لا أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين وهبتهم لي لأنهم لك، وكل ما هو لي هو لك، وما هو لك هو لي، ولقد مجدت فيهم. أنا لست بعد في العالم، وهم لا يزالون في العالم، وأنا آتي إليك. يا أبتي القدوس، احفظهم باسمك الذي وهبته لي، ليكونوا واحدا كما نحن واحد. لما كنت معهم كنت أحفظهم باسمك الذي وهبته لي، سهرت عليهم فلم يهلك منهم سوى ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا وأنا في العالم، ليكون فرحي مكتملا فيهم حقا والأمان على جميعكم. الله معكم أحبائي، إن شاء الله سنة مباركة، سنة التقصية اللي بلشناها بتقديس البيعة، وطوال هذا الأسبوع نتذكر الكنيسة ودعوة الرب لها أنه تكون مدعوة لعيش القداسة. قراءتين يلي عم نتأمل فيهم اليوم وطوال هالأسبوع كمان بتوقف بالرسالة إلى العبرانيين بصورة خاصة. كاتب الرسالة بيركز على صورة العهد القديم اللي كانت مبنية على الهيكل وعلى الزخرفة وعلى الذبائح الخارجية يلي كانت تتقدم، اللي كان من تيوس، اللي كان منه العجول وغيرها، وبيحصرها بالآخر بذبيحة واحدة اسمها يسوع المسيح. وهذا المسيح تمم كل هذه النبوءات عم بيتحدث عنها كاتب الرسالة إلى العبرانيين. ومن هيك أصبح المسيح هو الذبيحة الوحيدة يلي قدم ذاته مجانا على الصليب، مثل ما بيقول مربطلس: لقد اشتريتم بدم ثمين للغاية، دم سيدنا يسوع المسيح، وقد أدي الثمن، اندفع الثمن عنكم إنكم تكونوا مخلصين وتكونوا من جماعة القديسين. لذلك المسيح اليوم بيدعينا من خلال الصلاة الكهنوتية يلي سمعناها بها الإنجيل، يلي هي عند هذا البعد الشمولي تشمل العالم كله والبشرية كلها. نشوف المسيح عم من بعد ما حضر التلاميذ، بعد ما حضرهم وهيأهم وعلمهم وأخذهم وعيشوا معه وسمعوه وتأملوا معه، قبل ما يغادر الأرض ويرجع لبيه السماوي، عم بيرجع يسلمهم لبيه السماوي. ليه؟ لأنه هو تارك العالم وهن باقيين بقلب العالم. عن أي عالم عم بيحكي المسيح؟ عم بيحكي عن عالم المشاكل، عالم الفساد، عالم القهر، عالم العذاب. هذا العالم يلي رفض رب السلام، يلي رفض المسيح، يلي رفض الخلاص. لذلك بحديثه المسيح بهالصلاة عم بيميز بين يلي مشوا معه ويلي سمعوه ويلي أخذوا كلامه دستور لحياتهم، بين يلي رفضوا ورفضوا الخلاص ورفضوا كلامه. من هيك عم بيصلي لهؤلاء، ليه؟ حتى يكونوا واحدا في قلب العالم، يكونوا محفوظين في قلب العالم، لأنه العذاب والاضطهادات والمشاكل يلي بدوا عنوها بقلب العالم. من هيك عم بيصلي يسوع لهالجماعة وعم بيطلب منه شغلتين. الشغلة الأولى أنه يكونوا تبع لأله، ويكونوا عم بيعيشوا الشهادة يلي دعيهم لألا، الكلام يلي وصاهم فيه. والشغلة الثانية أنه يكونوا موحدين. وإذا بدنا نتحدث عن الوحدة اليوم، أي وحدة بنتحدث عنها؟ كيف بدو يكونوا موحدين؟ خلينا أنا وياكم نطلع على على المسيحيين في لبنان والعالم، كيف مجزئين ومقسمين. ومنصلي كل سنة بأسبوع لصلاة أوحدة المسيحيين، ومنلاقي حلنا كل ما عم نصلي منلاقي المسيحيين عم بيبعدوا عن بعضهم. هذا على صعيد الكنسي. أما على الصعيد السياسي والاجتماعي حدث ولا حرج. اليوم أي وحدة مسيحية بنطلبها اليوم بلبنان؟ وين وحدة مسيحية السياسيين وغيرهم يلي مش عارفين شو بدهم، يلي ضايعين ومضايعين شعبنا معهم، مضيعين، ما عم بفتشوا لا عن المسيح ولا عن الوحدة ولا عن الصلاة، إنما عم بفتشوا فقط عن مصالحهم الشخصية والذاتية، وتركين القضية، قضية شعبنا، قضية كنيستنا، تركينا جانبا. من هيك أحبائي نحن بهذا الأسبوع
وهذا الصباح المبارك بنصلي مع بعضنا البعض حتى تكون مهمة الكنيسة الصعبة اليوم كان القيمين عليها والكان المسيحيين يكونوا واعيين لسر حضور الله في حياتهم، كون حاضرين نسمع كلام الله رغم الصعوبات رغم المشاكل اللي عم نعيشها، نترك مجال نترك مطرح لصوت الله يلي بيساعدنا ويلي بينقذنا من هذه الصعوبات اللي نبه المسيح تلاميذه عليهم، صعوبات ومشاكل واضطهادات بدكم تشوفون، ولذلك أنا معكم إلى منتهى الدهر. هذا الكلام اللي وجهه آنذاك المسيح للرسل وللتلاميذ فيما بعد ولكنيسته اليوم عم بيوجه لنا كمان احنا اليوم بقلب الصعوبات وبقلب المشاكل. لا تخافوا أنا غلبت العالم، شرط أن تتمسكوا بهالإيمان وتتمسكوا بهالرجاء يلي انزرع فيكم ويلي مدعوين يوم بعد يوم أنه تتقدسوا من خلال هذا الرجاء ومن خلال هذا الإيمان، وأن نتعمق بكلام الرب بإنجيل الرب بدستور حياتنا والأسرار المقدسة، وهو كلهم بغزوا مسيرتنا وبنمونا روحيا وبنمونا يوم بعد يوم. المهم أن ما نخلي الرب يغيب من حياتنا، ما نخلي المسيح يغيب من حياتنا أبدا. الرب يباركنا جميعا، يعطينا النعمة كلنا سوا حتى نكون هذه الكنيسة الممجدة يلي مدعوة للقداسة بحياتنا اليومية، كل واحد منا يكون عمال بعيش هذا الإيمان بعمقه بالتعمق بكلام الرب والتعرف أكثر وأكثر على يسوع المسيح المخلص والفادي والمحرر. آمين.